ويرى خبراء عقاريون أن استمرار ارتفاع أسعار العقارات يرجع في الغالب إلى قوة المشاريع الموجودة في المنطقة، مما يجعلها في مقدمة الخيارات المرغوبة من قبل المشترين المحتملين خلال الفترة الحالية. المستحيل ممكن، شعار قاد دبي إلى بلورة طموحاتها من أحلام إلى واقع. هذا البرج رسالة أخرى واضحة، وهي أنه لا يمكن إنجاذ مثل هذا المشروع إلا في بيئة قادرة على دفع الأعمال وإنجاحها رغم الأزمات وتحدياتها. جمعة كاش، العربية، دبي. طبعا هذا الافتتاح سوف تبدأ مراسمها على ما يبدو الافتتاح الرسمي الساعة 8 من مساء اليوم. هناك توقعات بأن يحضر حوالي 6000 شخص. على كل تأكيد هذه الأرقام ولسماع المزيد حول التحضيرات لافتتاح برج دبي اليوم، نذهب معا مباشرة إلى الموقع، إلى هناك مفادتنا مهيرة عبد العزيز بالانتظار. مهيرة، كيف تبدو التحضيرات لهذا المساء؟ مع ساعات قليلة تفصلنا عن هذا الحدث التدشين، بالطبع أطول ناطحة سحاب في العالم، كل الأنظار تتجه اليوم إلى دبي بانتظار حفل افتتاح. سمعنا سبق أنه سيكون حفل غير مسبوق، إذا كنت قد شاهدت حفل افتتاح فندق أتلانتس في جزيرة الجميرة أو عفوا نخلة الجميرة الذي شهدته دبي قبل أكثر من عام وكلف ملايين الدولارات. يقال أن هذا الحفل، حفل دبي بافتتاح برج دبي اليوم، سيفوق التوقعات، سيفوق هذا الحفل وهو مليء بالمفاجآت. برج دبي حتى في يوم افتتاحه يستمر في كسر الأرقام القياسية. سمعنا أنه سيتم إطلاق عروض نارية بالتأكيد من 10,000 تشكيل، ولكن الميزة هنا أنها اليوم ستنطلق من البرج نفسه، مما يعني طبعا أنها ستكون الأعلى في العالم، أعلى ألعاب نارية ورقم قياسي جديد تكسره دبي اليوم. على بعد أمتار قليلة خلفي سيكون حفل افتتاح كما نشاهد في هذه المنطقة، نشاهد السكرينز أو الشاشات الكبيرة. هنا سيتم عرض فيلم قصير عن برج وأيضا عن دبي. المنطقة الآن يسيطر عليها بالطبع الأمن، ليس فقط على الأرض، ولكن كان هناك وجود مكثف لرجال الشرطة على حتى في البحيرة التي خلفي، تمشيط للمنطقة كلها، يعني برا وأيضا بحرا. وسائل الإعلام أيضا من مختلف أنحاء العالم متواجدة هنا لتغطية الحدث. من المتوقع سبق أن يصل عدد المتفرجين حوالي 2 ملياري متفرج، وبالطبع الكل ينتظر أيضا لمعرفة الارتفاع النهائي للبرج. الرقم المتداول عندنا اليوم هو 818 مترا، سيعلن الشيخ محمد بن راشد المكتوم بالطبع عن الرقم النهائي أو الإعلان النهائي. نعم. كنا بالطبع في وقت سؤال. نعم. بس سريع قبل ما ندخل بالفقرة بدك تقدميها، هل البعض يعتقد في أسئلة يعني بين الناس منه، هل سيستطيع العامة أن يحضروا هذا الحفل مساء اليوم؟ في هذه المنطقة سمعنا ممكن الزوار أن يأتوا، وشهدنا بالطبع يعني نشاهد هنا الآن وجود خاصة السياح وبكاميراتهم يتجولون في المنطقة ويتصورون خلف البرج كما تشاهدين صبا معي. ولكن بالطبع في المنطقة الداخلية التي أشرت إليها قبل قليل، يعني في مكان الحفل والافتتاح الرسمي، بالطبع يجب أن يكون، لن يتمكن العامة من الحضور، فقط من يملكون بجت خاصة. وصبا طبعا في وقت سابق كنا قد تحدثنا مع والتقينا رئيس مجلس إدارة شركة أعمار العقارية طبعا المطورة لبرج دبي والمطورة لمنطقة داون تاون دبي، حدثنا عن التحديات التي واجهته في خلال الست سنوات التي استغرقها بناء البرج. هناك تحديين ركز عليهم، ولكن أبرز ما قاله لي وقتها أنه تحدي الأزمة المالية العالمية ربما كان أكثر صعوبة من التحديات الإنشائية، والتحديات الإنشائية ذكر أنها كانت كثيرة، من ضخ الإسمنت على ارتفاع 600 متر إلى حتى الووكي توكيز، يعني بالطبع مع ارتفاع البرج بهذا العلو كان هناك صعوبة للعمال الحديث أو التحدث مع بعض. كما تحدث أنهم تخطوا الميزانية الأساسية للبرج اللي هي حوالي 4 مليار دولار بنسبة قليلة فقط، هي فقط 10%، ونفى أن يكون هناك أي مشاكل في السداد بانتظار 15% المتبقية من الدفعة الأخيرة. والتأثير الإيجابي لتسليم البرج بالطبع أنه العائدات، وهي وصلت إلى 35% من إجمالي عائدات البرج، سنراها في النتائج الفصلية الربع الأول والثاني والثالث من 2010. صبا بالتأكيد سنتابع يعني فقرة من هذا الحوار الذي سيبث بتوقيت الساعة 7 مساء اليوم كاملا.